السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم بهيدور. اليوم جبنا لكم مقطع ثاني حق التفريم، ولكن جدا خلينا نقول هذا من ميد جيم لليد جيم، يعني بنص اللعب اخر اللعب. هذا مكان ممتاز حق التفريم، حتى والله اللي نبهنا عليه واحد من الشباب بالكومنتات كتب لي، وبعدها والله يتشيكت ولا صدق، والله مكان ممتاز جبار. طبعا موجود باكت 7، حلو، اول بونفاير هذه لورنزيني اركيد. ولكن يفضل شنو عقب ما تخلص المكان كله على اساس تكون فاتح الشورت كاتات كلهم، يعني شوفوا هني هذا كله العاده كان مسكر. عقب ما خلصنا في عند الفتحه هذه شوفوها، مكتوب هني كليمنس او شيء كذي. هذا الباب عقب ما تبطله هني البونفاير. الخطه كالاتي، بنمشي طبعا كل ادين فقط نذبحهم، نستعمل يفضل تستعمل نار، هذيلا شوية ضعف ضد النار. حلوين طبعا السلاح الجبار هذا جديد. غير للتكنيك جبار جبار، موف سيت كل شيء. شوفوا شوف هذا وهو يتحرك يلف، هذا الفينش ماله. شوف شوف نار نار نار، شنو انتهينا. لحظة خلصنا، خذينا 990 990 990، خلص رد. او ليش تقدر تطق عادي وتطق البوصله هذه الذهبيه، ما تخسرك سولات وتردك اخر بونفاير. سلام سلام، ترد ومره ثانيه 2000 2000 2000 2000 لو بتحسب هذول الاثنين الصغار اللي ذبحناهم بعد معهم 2000 2000 2000 سريع سريع، ترد مره ثانيه وتروح نفس المكان وهكذا 2000. لحظه انا ما لعبت شيء، شويه وصلت 64000 عرفت، لانه بس خلاص وترد تدش تذبحهم ترد تدش تذبحهم. فجبار المكان، انصحكم فيه. طبعا على نفس خطى المره اللي طافت، طبعا احنا بالتري حاطين شغلات تزيدنا سولات، حلو، او ايرجو اللي يسمونهم هم، وحاطين النك اللي هم تزيد ايرجو. فشنو في شغلات تزيدك ايرجو حطها ودش العب فرم فرم بهالمكان 2000، ممكن تجيب اكثر. مرات هم نفسهم يطيحون سؤالات تقدر تكسرهم داخل سؤالات، فمكان خطير. فانصح بهالمكان وبشده. اتمنى المقطع عجبكم، خفيف لطيف سريع، اسرع من كذي مقطع ما في. اشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامه.